ومباراة كرة قدم حقيقية يعني. طيب انت كابتن، انا بشكل دون كنت ممكن اجيب اجوان. عايزين بقى نقول اللي بيننا للناس، انت دلوقتي مذيع وبتاع وكلام كده. ايه بتقول ايه؟ بتقول يا كابتن؟ دلوقتي انت مذيع وراجل ليك وضعك وكلام، مش عايزين هو انا اللي قلت انت اللي بتقول. مش عايزين نخش في المواضيع الخاصه اللي بيني وبينك. ماشي. كابتن ناجي شرفتنا والف مبروك. شكرا سعيد، وكلمني على كل الناس اللي عندك. الله يسلمك. شكرا. الله يسلمك. عارف الموضوع ده؟ لا عايز اعرفها. مش عارف؟ مش عارف. هو كان رايح يتفرج على واحد صاحبه مدرب. مدرب. فكان تخن شويه كده وبتاع. فالشوط الاول انتهى 1-0 للفرقه اللي ضد صاحبه. فصاحبه بقى يعني داخل بين الشوطين المفروض هيوجههم يعني. فقال لهم دي فرقه دون، ده فريق دون، ده انا بكش دون اجيب جوان. ده انا بشكل ده انا جيب كويس. فهو عارفها كانت حشيش.